تحقيقات جرائم القتل، قصة أبناء الريفي وعشيق الزوجة الخائنة، جريمة قتل بشعة بكل المقاييس في مدينة الناظور المغربية. نعرض لكم اليوم أعزائنا ومتابعينا على قناة الحدث ستوريز جريمة من أغرب الجرائم التي حيرت المحققين وضباط الشرطة المغربية في منتصف سنة 2021، وإليكم تفاصيل القصة. فلا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد وفرجة ممتعة. تعود تفاصيل وأحداث هذه الجريمة إلى الثاني من شهر مايو سنة 2021، حيث كان الأب عبد الرزاق رفقة ابنه منير على موعد كعادتهم كل أحد مع حصتهم الرياضية الصباحية، وذلك في إحدى الغابات المجاورة لمقر سكناهم بمدينة الناظور. توجه الأب والابن إلى الغابة، ومرت بضع دقائق على وصولهم، وبعد فترة من التمارين والجري وقف عبد الرزاق يرتاح قليلا، ولكن منير ابنه واصل الجري بحكم أنه ما زال طفلا صغيرا، حيث ابتعد عن أبيه بمسافة ليست بالقليلة. وقف منير بعدها يحدق بذهول ودهشة في ذاك المنظر الذي ترامى لعينيه. ارتعب الطفل منير من هول ما رأى، وبدأ في الصراخ والمنادات على أبيه عبد الرزاق. سمع عبد الرزاق صراخ ابنه واستجمع كل ما تبقى له من نفس، وتوجه بسرعة كبيرة نحو منير، فقد فهم من نبرة منادات ابنه عليه أن الموضوع ليس بهين، وأن ابنه يمكن أن يكون في هاته الأثناء في خطر. وصل عبد الرزاق للمكان الذي يتواجد به ابنه، وهنا صعق، وكانت مفاجأته هو الآخر كبيرة لحد لا يوصف، فقد وجد أمامه رجلا ملقا على بطنه فوق الأرض، والظاهر أنه جثة هامدة. وحين اقترب عبد الرزاق من الجثة زادت مفاجأته وحيرته حين رأى ملامح وجه صاحب الجثة قد اختفت تماما، وأن جسده مليء بالكدمات والجراح والدماء، ما يعني أن صاحبها تعرض لعنف شديد. أبعد عبد الرزاق ابنه قليلا حتى لا يتسنى له مواصلة مشاهدة ذلك المنظر البشع، وأخرج هاتفه واتصل بالشرطة على الفور. لم تمر سوى 30 دقيقة، كان بعدها مسرح الجريمة يغص بعدد كبير من عناصر الشرطة والضابطة القضائية، بالإضافة إلى الشرطة العلمية. بعد معاينة الجثة بدأ عناصر الأمن يبحثون في المناطق المجاورة للجثة، ولم يمر وقت كبير حتى وجدوا آثارا لخيمة كانت موضوعة قريبا من مكان وجود الجثة، ومن الواضح أن أصحابها كانوا هناك حديثا. فقد وجدوا بالإضافة إلى آثار الخيمة بقايا طعام حديث وقنينات فارغة من الخمر مرمية هناك، ما فسره عناصر الضابطة القضائية على أنه في تلك الخيمة كان بالضرورة يوجد شخصين على الأقل، وربما فتاة رفقة شاب أمضيا ليلة حمراء هناك. واصل رجال الأمن بحثهم، فوجدوا بالمكان شطيرة من الخبز واللحم لم يكمل صاحبها أكلها، وبالقرب منها فاتورة الأكل الذي وجدوه. عند فحص الفاتورة وجد بها اليوم والوقت الذي تم فيه دفع حسابها بالضبط، بالإضافة إلى اسم المطعم الذي اشترى منه أولئك الأشخاص المأكولات، كما تمت ملاحظة أن الشخص المشتري لم يدفع ثمن المقتنيات نقدا، بل قام باستعمال بطاقة بنكية من أجل ذلك. بعد جمع كل تلك المعلومات توجه عناصر الضابطة القضائية مباشرة إلى المطعم كي يتم التعرف على الشخص صاحب البطاقة البنكية.
وصل رجال الأمن إلى عين المكان وقاموا بمراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بالمطعم، وهنا عرفوا بأن الأمر يتعلق بشابين أتيا إلى هناك على متن سيارة رانج روفر. ومن هنا قاموا بأخذ أرقام لوحة السيارة، وبعدها تم التعرف على كل المعلومات المتعلقة بصاحب السيارة وقاموا باستدعائه للتحقيق معه. عند مثول الشاب حسام ذي 28 عاما أمام الضباط القضائيين، كان أول سؤال طرح عليه هو من هو الشخص الذي كان برفقته يومها، فأجابهم حسام بأن ذلك الشخص ما هو إلا صديقه كمال البالغ من العمر 26 عاما. تم إحضار كمال هو الآخر، وقام عناصر الضابطة القضائية بالتحقيق مع الاثنين حسام وكمال كل على حدة كي يتأكدوا من إن كان هناك تطابق أو اختلاف في أقوالهما، والنتيجة كانت أنهما صرحا بنفس الأقوال وكانت أجوبتهما متطابقة، ما يعني أنهما لا تربطهما أي علاقة بهذه الجريمة. ولكن قبل إطلاق سراحهما صرح حسام بأنه هو وكمال سمع ليلتها صوت سيارة تمر بالقرب من مكان تخييمهما، وبعد برهة سمع صوتا مثل الصراخ يأتي من الاتجاه الذي مرت منه السيارة. تم إقفال محضر الاستماع للصديقين، وكان هذا إيدانا على صعوبة مهمة رجال الضابطة القضائية، فبعد أن اعتقدوا أنهم توصلوا لبداية حل لغز هذه الجريمة تبخر الأمل، تبخر فور خروج الصديقين من باب ولاية الأمن، فهم لحد الآن لم يتمكنوا من التعرف على هوية الضحية ولا يملكون شيئا يمكن أن يقودهم للتعرف عليها، فكان لزاما عليهم انتظار تقرير الطبيب الشرعي ربما يأتي بخيط رفيع يقودهم لبداية حل اللغز. بعد 24 ساعة من الانتظار توصلوا أخيرا بالتقرير الذي خلص إلى أن الضحية كان مربوطا بحبل طوله 75 سنتيمترا على مستوى رجله اليسرى، ولشدة إحكام ربط الحبل على قدم الضحية فقد نزفت دما لمدة طويلة. كما كتب في التقرير بأن قدم الهالك كانت مكسورة بسبب أنه ظل مجرورا من خلالها لمسافة طويلة، بالإضافة إلى قميصه الذي كان ممزقا بالكامل، كما أن الضحية كانت تغطي جسمه بالكامل آثار للضرب والتعذيب، وكان واضحا أن الجاني الذي ارتكب هذه الجريمة كان يكن حقدا كبيرا للضحية. كما تطرق التقرير إلى أن ملابس الضحية كانت مليئة بالأشواك وأظافره بها الكثير من الإسمنت، ما جعل عناصر الضابطة القضائية يستغربون من علاقة الإسمنت بالضحية. أما السبب الرئيسي للوفاة فجاء في التقرير أنه كان نتيجة ضربات قوية تلقاها الضحية على مستوى الرأس. بعد اطلاعهم على التقرير تأكدت شكوك المحققين بأن القاتل قام بتعذيب الضحية قبل أن يقوم بربطه من قدمه اليسرى بحبل طويل، وقام بجره بسيارته لمسافة طويلة، وهذا ما جعل رأسه أثناء سحبه بواسطة السيارة يرتطم بالحجارة والصخور، ما أدى إلى وفاته ومفارقته للحياة. لكن المشكلة الذي شغل المحققين هو أنهم لم يتمكنوا بعد من التعرف على هوية الضحية، فهم لم يجدوا معه بطاقته الشخصية أو أي شيء يثبت من هو، كما أنهم لم يتمكنوا حتى من معرفة ملامح وجهه لأنها كانت مشوهة بالكامل، بالإضافة إلى أن بصمات أصابع يده لم تكن مكتملة بسبب الجراح التي كانت بها. وهنا طرحت العديد من التساؤلات والفرضيات التي كان أهمها وأغربها هو لماذا لم يقم القاتل بدفن جثة الضحية ليخفي معالم جريمته،
ولماذا تركها مرمية هناك بحيث كانت على مرأى من كل من يمر بالقرب من مسرح الجريمة؟ لذكاء المحققين ودهائهم وخبرتهم في مثل هذه القضايا، لاحظوا أنه كان مكتوبا في التقرير بأن الهالك سبق وخضع لعملية جراحية في فخذه الأيمن، بحيث تم تثبيت شريحة حديدية على مستوى عظمه. ومن هنا بدأ المحققون في بحث مضمن عن الطبيب أو المصحة التي أجرى بها الضحية تلك العملية، وكان هذا كالبحث عن إبرة في كومة قش. استمر البحث لمدة طويلة تم خلالها زيارة العديد من الأطباء المختصين في مثل هذه العمليات، ورغم أن المحققين لم يكونوا متأكدين 100% من أن الضحية قد أجرى العملية في نفس المدينة، ولكن عملهم كان يحتم عليهم تتبع هذا الخيط الرفيع. بعد فترة قصيرة تمكن أحد الأطباء من تحديد المدة التي تم فيها زرع الشريحة الحديدية في فخذ الضحية، حيث أنه بعد أن عاين فخذ الهالك أكد لهم بأن العملية أجريت تقريبا منذ 1.5 سنة. وهنا وبعد توصل عناصر الضابطة القضائية بهذه المعلومة المهمة، ركزوا بحثهم على جميع المصحات والمستشفيات الخاصة بعلاج العظام والكسور على قلتها بالمدينة، وقاموا بمعاينة كل السجلات الخاصة بزوارها من المرضى، وكانت مهمة صعبة جدا للغاية، بل ويمكن القول أنها كانت مهمة شبه مستحيلة. ولكن جدية المحققين وتشبتهم في كشف ألغاز هذه الجريمة جعلهم يواصلون بحثهم المعقد والمضني، إلى أن تمكنوا أخيرا من العثور على أول خيط قادهم مباشرة لمعرفة هوية الضحية. فأثناء البحث تم عرض ملف الضحية على أحد الأطباء المختصين في عمليات العظام، وكانت المفاجأة حين أخبرهم بأنه قام بعملية مشابهة لشخص بنفس المواصفات التي في الملف، وكان ذلك قبل 1.8 أشهر بالضبط. كما أخبرهم بأن الشخص المعني كان اسمه حمزة وعمره 30 سنة، أي أنه من نفس عمر الضحية. بعد توصلهم لهذه الحقيقة خرج المحققون في عمليات استكشافية للمنطقة التي يسكنها حمزة وكثفوا البحث، وبالفعل توصلوا إلى عنوان سكن عائلته. عند وصولهم لمنزل حمزة استقبلهم إخوته وأبوه، وعندما تم استجوابهم عن حمزة قالوا لهم أنه بالفعل حمزة مختفي تقريبا لمدة 2 شهر ولا يعرفون عن أخباره شيء. بعدها قام المحققون باصطحاب عائلة حمزة المختفي إلى المستودع البلدي للأموات قصد التعرف على الجثة ومعرفة هل الضحية هو فعلا ابنهم أم لا. وصلوا للمستودع، وهنا وعندما رأى الأب الجثة صعق وبدأ في البكاء والانتحاب، وأخبرهم على الفور بأن تلك الجثة بالفعل تعود لابنه حمزة. ورغم أنها كانت مشوهة قال لهم أن الملابس تعود لابنه بالإضافة إلى السلسلة التي كان يضعها في عنقه. الأب المسكين عند رؤيته لجثة ابنه وتأكده من أنها تعود لفلذة كبده لم تعد رجلاه قادرة على حمله، وبعدها أغمي عليه. أما عائلة حمزة فقد كانت الصدمة واضحة على وجوههم وعم الضجيج والبكاء المكان. ومن هنا بدأ التحقيق، حيث قام رجال الضابطة القضائية بتوجيه العديد من الأسئلة لأبي الضحية، والتي كان أبرزها هو لماذا لم يبلغوا عن اختفاء ابنهم حمزة ويضعوا محضرا لدى الشرطة من أجل البحث لفائدة العائلة.
وهنا تفاجأ الأب والعائلة من السؤال ولم يعرفوا له جوابا، ولكن أبا الضحية استدرك وبدأ يحكي لهم كل ما كان مخفيا عن ابنه حمزة. قال لهم أبو حمزة بأنه في ليلة من الليالي حضر لمنزله أبناء الريفي الثلاثة مصطفى وإبراهيم وميمون، وكان الثلاثة في حالة عصبية عالية، وسألوه عن ابنه هل هو موجود بالبيت، ولكنه أخبرهم بأن حمزة غير موجود ولا يعرف مكانه، وبأنه لم يأتي للمنزل منذ 3 أيام، لكنهم لم يصدقوه وعادوا لسؤاله عن معرفته بعلاقة حمزة وزوجة أبيهم، فأجابهم بأنه بالفعل يعرفها، وأنه لا ينكر بأن ابنه كان على علاقة بزوجة أبيهم، ولكن ذلك كان قبل زواجها بوالدهم، وأكد لهم أن تلك العلاقة انتهت بمجرد عقد قران أبيهم على الزوجة المزعومة. وهنا لم يصدقوه وقالوا له بأنه يستهزئ بهم، وبأنه على علم بأنهما ما زالا على علاقة ويلتقيان خلسة ببعضهما البعض، كما قالوا له بأنه يجب أن يعلم بأن ابنه حاليا أخذ زوجة أبيهم وهرب بمعيتها، وهما الآن يعيشان الحب والغرام في مكان ما. ترجاهم الأب بأن يصدقوا بأنه لا يعرف شيئا عما يقولون، وهنا غادر الأبناء الثلاثة وعادوا من حيث أتوا. أخبر الأب المحققين أنه بعد ذهابهم دخل للمنزل وأخذ هاتفه وبدأ في الاتصال بحمزة كي يخبره بأن أبناء الريفي يبحثون عنه، وأنهم يكنون له الحقد والضغينة حتى يأخذ حذره منهم. كان الأب خائفا على ابنه من أن يتعرض له أبناء الريفي ويقومون بأذيته، ولكن هاتف حمزة كان خارج التغطية ولم يتمكن أبوه من التواصل معه. أخبر الأب المحققين بأن العائلة خرجت بالكامل للبحث عنه، لكنهم لم يجدوه في أي مكان، وهنا اعتقدوا فعلا بأن حمزة هرب مع زوجة أبناء الريفي وذهبوا لمكان بعيد لا يعرفهم فيه أحد، ومن أجل هذا لم يقوموا بالتبليغ عن اختفائه. بعد الاستماع والتحقيق مع أبي الضحية وأفراد عائلته، توجه عناصر الضابطة القضائية مباشرة لمحل سكن أبناء الريفي للتحقيق معهم. وكي نفهم أعزائي تفاصيل الجريمة أكثر، سنعود بكم لسنتين قبل وقوع الجريمة، فتابعوا معنا جيدا وانتبهوا للأحداث. كان حمزة متيما بفتاة تسكن قرب منزلهم اسمها سكينة، وكان عمر سكينة آنذاك 24 سنة، ولكن الحالة المادية لحمزة كانت ضعيفة، فأسرته كانت فقيرة، وبالمقابل كانت الحالة المادية لعائلة سكينة ميسورة قليلا ما. وعندما قرر حمزة التقدم لخطبتها رفقة والده، تم رفضه من قبل أسرتها، ورغم ذلك حاول حمزة وأبوه كثيرا إقناع أهلها كي يقبلوا به زوجا لها، ولكن أبوها كان مصمما على قراره برفض حمزة. كان قاسم الريفي الذي بلغ من العمر 65 عاما يسكن في نفس الحي الذي يسكنه حمزة وسكينة، وله 3 أبناء كبار، وأمهم كانت قد وافتها المنية قبل عام تقريبا من الحادثة. لهذا فقاسم الريفي ضغط بشدة على أبنائه كي يقوموا بتزويجه، لكن أبناءه رفضوا بادئ الأمر، فهم تخوفوا من وقوع مشاكل بينهم وبين أبيهم بعد زواجه، بالإضافة إلى تخوفهم من أن زواج والدهم قد ينتج عنه ابن له يزاحمهم في الميراث منها. فقاسم الريفي كان غنيا جدا وثروته كبيرة، ولكن عندما أصر الريفي وألح عليهم بشدة
بدأ الأبناء يبحثون له عن زوجة تكون أهم ميزاتها أنها كبيرة في السن وعاقر ولن تتمكن من إنجاب الأطفال. وهنا قاسم الريفي لم يقبل بهذا، فهو كان يريد الزواج من فتاة في ريعان الشباب. أدعن الأبناء لطلب الريفي ووافقوا، ولكن عندما كانوا يتقدمون لخطبة فتاة لأبيهم فغالبا ما كان طلبهم يرفض لكبر سن والدهم. كان الريفي على علاقة صداقة مع أبي سكينة، وفي أحد الأيام دعاه هذا الأخير لشرب كأس شاي عنده في المنزل، وهناك كانت أول مرة شاهد فيها سكينة وأعجب بها. تردد الريفي كثيرا قبل أن يطلب يد سكينة من صديقه، وهنا وعلى الفور وافق أبو سكينة ولم يفكر ولو لحظة في قبول عرض الزواج هذا، وكأنه كان ينتظره منذ مدة، لدرجة أنه لم يترك ولو أدنى فرصة لسكينة كي تستطيع أخذ القرار المناسب، ولم يقم حتى بمشاورتها. توجه عندها وأعلمها بأن الريفي طلبها للزواج وبأنه وافق على ذلك. لم تقبل سكينة في بادئ الأمر، واعترضت وقالت له بأنها لا تستطيع الزواج من كهل كهذا، وبأنها لا تستطيع العيش مع رجل أكبر منها بكثير جدا وسنه من سن والدها. انهمكت في بكاء شديد وترجت والديها بأن يرحموها، وحاولت ثنيهم عن مواصلة الخوض في هذه الزيجة الغير متكافئة، ولكنهم أصروا وألحوا على الأمر وبدأوا في محاولات إقناعها، وقالوا لها بأن الريفي رجل مقتدر وغني وبأنها ستعيش معه في النعيم ورغد العيش ولن ينقصها شيء. استمر ضغط والديها عليها لفترة طويلة، فتمكنوا أخيرا من إقناعها بهذا الزواج، فقد كان أهلها يفكرون في ثروة الريفي أكثر مما كانوا يفكرون في راحة ابنتهم. وافقت سكينة، وقبل عقد قرانها بالريفي اشترط أبوها عليه بأن يقتني لها منزلا خاصا بها تسكن معه فيه، فمن غير المعقول أن تعيش سكينة مع الريفي في بيت به ثلاث أبناء يكبرونها سنا، وكان هذا شرطهم الوحيد، ما جعل الريفي يوافق على الفور واشترى لها منزلا قريبا من المنزل الذي كان يقطن به مع أبنائه. بعد عقد القران كانت سكينة تعيش في منزل الريفي بشكل طبيعي، ولكن بعد مرور شهور قليلة أصبح الريفي كالخاتم في أصبع سكينة، وأصبحت هي التي تتحكم بكل أفعاله وقراراته. أصبحت سكينة تمنعه حتى من الذهاب لزيارة أبنائه، ولكن هذا لم يكن ليمنع أبناءه من مهاتفته والذهاب لزيارته في منزله. وهنا لاحظوا أن أباهم لم يعد ذاك الرجل الذي يعرفونه، فقد تغيرت تصرفاته وطريقة معاملته لهم. لاحظوا أن الريفي أصبح يصرف الكثير من المال على زوجته، فقد كان يشتري لها الكثير من الحلي والمجوهرات الذهبية والملابس الباهظة الثمن. وهنا توتر أبناء الريفي، وكان تخوفهم ملحوظا من استغلال سكينة لوالدهم وإغوائها له بأن يكتب باسمها كل ممتلكاته. مع مرور الوقت كانت سكينة كل فترة من الزمن تطلب من الريفي بأن تذهب لزيارة والديها وأهلها، فكان مرة يرافقها ومرات تذهب لوحدها. لم يكن الريفي يعرف أن سكينة كانت على علاقة مع حمزة وما زالت تلتقيه، ما يعني أنه آنذاك كانت سكينة تخون زوجها مع عشيقها القديم. بل والأدهى من هذا، فعند غياب الريفي عن المنزل كان حمزة يذهب لزيارتها في منزلها.
مرت الأيام على نفس المنوال إلى أن جاء يوم، وصدفة كان إبراهيم ابن الريفي مارا من أمام منزل والده بسيارته، فرأى حمزة يهم بالخروج من منزل سكينة زوجة والده متخفيا وكأنه كان خائفا من أن يشاهده أحد. تفاجأ إبراهيم وكان مصدوما وهو يتساءل عن سبب تواجد هذا الشخص ببيت والده، ولاحظ أن سيارة والده غير مركونة أمام المنزل، وهذا يعني أن الريفي غير موجود بالمنزل. وهنا توجه إبراهيم مباشرة عند إخوته وأخبرهم بأن سكينة تقوم بخيانة أبيهم ما حمزة ابن حيهم، وبأنه شاهده يهم بالخروج متخفيا من منزل والدهم الذي كان غير موجود بالمنزل. ثارت ثائرة أخوي إبراهيم وتوجهوا جميعا مباشرة لبيت والدهم، ولكنهم لم يجدوا والدهم هناك، فقرروا التوجه عنده لمحل مواد البناء الذي كان يملكه ويديره. التقوا به وأخبروه بأنهم يريدون التحدث معه في موضوع بالغ الأهمية، فأخبره إبراهيم بأنه شاهد زوجته سكينة تستقبل حمزة ابن الحي في بيته، وبأنه رآه بأم عينيه يغادر المنزل خفية. سمع الريفي حديث إبراهيم، وفي هذه اللحظة انفجر في وجوه أبنائه بالسب والشتم، وقال لهم أنهم يقولون ما يقولون بسبب حقدهم الدفين على زوجته، وأنهم يؤلفون الشائعات والخرافات عنها كي يشوهوا صورتها أمامه. كان الريفي وقتها يصرخ في وجوههم، ووصل به الأمر أن طردهم من المحل، وقال لهم بأنه لم يعد يطيق مجيئهم عنده. انصرف الأبناء غاضبين، وواصل الريفي عمله بدون أن يبدي أي اهتمام بالموضوع. كانت سكينة على دراية تامة بوقت خروج وعودة الريفي زوجها للمنزل، ومن سوء حظها أنه لم يخبرها عن الخلاف الذي وقع بينه وبين أبنائه، واستمرت بذلك في لقاءاتها الغرامية مع حمزة. وفي أحد الأيام قرر الريفي العودة مبكرا للبيت دون إخبارها، فربما فكر الريفي في عمل مفاجأة لزوجته والعودة مبكرا لكي يقضي معها بقية اليوم، وربما ما زال كلام أبنائه عن زوجته يملأ رأسه، فكان بذلك يريد التأكد من صحة أقوالهم. وصل الريفي ذلك اليوم للبيت، صعد الدرج في هدوء، وعند فتحه لغرفة نومه صعق وصدم من هول ما رأى أمامه، فقد رأى حمزة وسكينة فوق فراشه في وضعية أقل ما يمكن القول عنها أنها مخلة بالحياء، فقد كانت سكينة وحمزة مجردين من ملابسهما بالكامل. لم يتحمل الريفي المنظر الذي أمامه، لأنه كان متيما هو الآخر بسكينة، فبدأ الشجار مع حمزة، ولكن حدثت الكارثة. فنظرا لقوة حمزة وضعف عضد الريفي الكهل، قام حمزة بدفعه دفعة قوية، ترنح على إثرها الريفي وسقط على الأرض ميتا، حيث أنه كان قبلا يعاني من مرض بالقلب. فزع حمزة وارتعب في هذه اللحظة، فهو لم يكن في نيته قتل الريفي. تسمر في مكانه، وبعد برهة من الذهول قال لسكينة التي جف الدم في عروقها من الخوف، قال لها أنهما عليهما أن يقوما بنقل جثة الريفي فوق السرير، وبأن تسمع ما يقوله لها وتنفذه بالضبط. اتفق معها بأن تخبر الجميع بأن الريفي بعد أن أتى من العمل طلب منها أن تحضر له بعض الأكل، ودخل لغرفة النوم لكي يرتاح، لكن عندما أحضرت له الطعام وجدته قد فارق الحياة. وبالفعل انصرف حمزة من البيت مسرعا،
وقامت سكينة بالاتصال بأبناء الريفي وأخبرتهم وهي تصرخ وتولول وتبكي بأن أباهم قد وافته المنية. توجه الأبناء على الفور لبيت والدهم، وعند دخولهم وجدوا المنزل مليئا بأهل سكينة وعائلتها. كانت سكينة في حالة من الهستيريا والبكاء، لم تدع للإخوة مجالا للشك بأن والدهم قد مات ميتة طبيعية، خصوصا أنه لم تكن بجثته أي آثار للعنف. أتقنت سكينة الدور الذي اتفقت عليه مع حمزة. بعد مراسيم الدفن والعزاء، ظلت سكينة ببيتها تعيش بشكل عادي، ولكن إبراهيم كانت دائما تراوده الشكوك حول كيفية موت والده، وكان عندما يلتقي بإخوته يفتح معهم الموضوع ويخبرهم بما يروج في دواخله، إلى أن جاء يوم وقرر الإخوة الثلاثة إبراهيم ومصطفى وميمون، قرروا التوجه لبيت زوجة والدهم لطرح بعض الأسئلة عليها. عندما وصلوا للمنزل استقبلتهم، وكان أول سؤال وجهوه لها هو عن علاقتها بحمزة. تفاجأت سكينة من سؤالهم وأنكرت علاقتها بحمزة، وبدأت تجيبهم بنوع من التوتر، ولم تكن أجوبتها منسقة. وهنا زاد توترها وحاولت طردهم من المنزل، لكن إبراهيم قام بتوجيه صفعة قوية لها جعلتها تنطق قائلة: لست أنا من قتل والدكم، لست أنا. وهنا أعاد إبراهيم ضربها متسائلا عن سبب موت والده، ولخوفها ورعبها اعترفت سكينة بأن حمزة هو من قتل الريفي والدهم. صدم الإخوة في هذه اللحظة وزادت عصبيتهم، وطلبوا من سكينة أن تتصل بحمزة وتخبره بأن يأتي لزيارتها، فهي تريده في موضوع بالغ الأهمية. ترددت سكينة في بادئ الأمر، لكن مع ازدياد ضغط الإخوة عليها أدعنت لطلبهم. أخبروها بأنهم لن يمسوها هي بسوء، وبأنهم سيتغاضون عما فعلت إن تعاونت معهم. اتصلت سكينة بحمزة ووافق على المجيء. عند وصوله للبيت كان مصطفى وإبراهيم وميمون مختبئين في إحدى الغرف، ومع دخوله من الباب باغثه ثلاثتهم بالضرب واللكم والشتم، ما جعله يسقط أرضا فاقد الوعي. بعدها تراجع الإخوة عن وعدهم لسكينة، وأخذوها هي وحمزة ليلا لمحل بيع مواد البناء الخاص بوالدهم، وكبلوهم واحتجزوهم هناك. ظل الإخوة طيلة ثلاثة أيام يترددون على المحل ويقومون بتعذيب سكينة وحمزة بشتى أبشع الطرق، بالإضافة إلى أنهم قاموا خلال تلك المدة بتجويع حمزة وسكينة وحرموهما من شرب الماء، ما نتج عنه أن سكينة لم تستحمل تعذيبهم وتعنيفهم لها، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بجراحها والضربات التي تلقتها. قام الإخوة على الفور بحفر حفرة كبيرة داخل المحل، وبعدها وضعوا بها جثة سكينة ثم أغلقوها بالإسمنت جيدا. وهنا لم يكن ممكنا أن يتركوا حمزة حيا أو يطلقوا سراحه، فهو شاهد كل شيء بأم عينه، لذلك قرروا التخلص منه وبأبشع الطرق. قاموا بإحضار حبل طويل وتوجهوا بحمزة للغابة السالفة الذكر، وقاموا بربطه على مستوى رجليه خلف سيارتهم، وهنا بدأوا في سحبه بواسطة السيارة بسرعة جنونية. أثناء سيرهم مروا بالقرب من خيمة الشابين حسام وكمال اللذين سبقا وأن ذكرناهما. لم يلاحظ الإخوة وجود الخيمة في بادئ الأمر، وبعد برهة من الزمن
التفت ميمون للخلف وكانت المفاجأة، فحمزة اختفى ولم يكن خلف السيارة. وعندما توقفوا وجدوا أن الحبل قد انقطع. عادوا أدراجهم يبحثون عن الجثة المفقودة، وقاموا بتفتيش الطريق كاملة تقريبا حتى وصلوا لمكان وجود الخيمة ولمحها مصطفى. وهنا استوقفهم مصطفى وقال لهم بأن يكفوا عن البحث، فربما تعرف عليهم أصحاب الخيمة، ومن الخطر الاقتراب أكثر كي لا يتم التعرف على هوياتهم، بالإضافة إلى أن حمزة الآن سيكون قد فارق الحياة. غادر الإخوة مسرح الجريمة بسرعة فائقة، وعند عودتهم للحي توجهوا مباشرة لمنزل حمزة وأوهموا أهله بأنه هارب مع زوجة والدهم كما جاء في التحقيق، وهذا كي يبعدوا عنهم كل الشكوك حول اختفائه. بعد مرور 3 أشهر على اختفاء حمزة ووقوع الجريمة وتوصلهم لفك أول شفرات لغز الواقعة البشعة، قام عناصر الضابطة القضائية باستدعاء الإخوة 3 وبدأوا التحقيق معهم كل على حدة. وجه الضابط المسؤول عن التحقيق أول سؤال لإبراهيم وقال له: هل لك أي معرفة سابقة بحمزة؟ فأجابه إبراهيم بأنه لا يعرفه ولم يسبق له أن رآه. وهنا قال له المحقق: كيف تقول أنك لا تعرفه وقد قمت أنت وإخوتك بالتوجه لمنزله ليلة الحادثة، وسألتم أهله عن مكان تواجده، وقلتم لهم أن حمزة على علاقة بزوجة والدكم؟ في هذه اللحظة ظهرت على ملامح إبراهيم علامات التوتر والصدمة، وتصبب العرق من جبينه وبدأ يتلعثم في الكلام والأجوبة على أسئلة المحقق. وهنا قام ضباط الضابطة القضائية بالتوجه لمنزل الإخوة وقاموا بتفتيشه جيدا، ثم توجهوا بعدها لمحل مواد البناء الخاص بوالدهم. وهناك وبعد معاينة المكان لاحظ أحد الضباط وجود قطعة من الحبال مرمية على الأرض، وكانت هذه القطعة تشبه كثيرا الحبل الذي كبل به حمزة. تمت مطابقة قطعة الحبل التي عُثر عليها مع الحبل الذي ربط به حمزة، وهنا اكتشفوا أنها جزء لا يتجزأ منه، فبدأوا سلسلة جديدة من التحقيقات مع الإخوة الذين أنكروا في بادئ الأمر ما وجه إليهم من تهم. لكن مع ازدياد ضغط ضباط التحقيق عليهم وتضييق الخناق، قرروا أخيرا الاعتراف بما نسب إليهم. اعترفوا بكل تفاصيل الجريمة وحيثياتها كما ذكرناها بالضبط، وتم تقديمهم للمحاكمة، وبتاريخ 20 مارس 2022 حكم عليهم بالسجن المؤبد ونالوا جزاءهم. إلى هنا أعزائي نكون قد أتينا على نهاية هذه القصة الواقعية والجريمة البشعة، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم منها، ونضرب لكم موعدا آخر مع حلقة أخرى من حلقات تحقيقات جرائم القتل. فلا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.